والله زعلانه منك كده برضو يا بيبي. تسيبني وتبات مع اصحابك وانت عارف انا بخاف انام لوحدي. تنامي لوحدك ايه وانا بيبي سيتر ولا انت مجنونه؟ اسمعي يا ياسمين، انت قلتي لي كلام ما يصحش تقوليه. اوعي اوعي تجرحيني ولا تيجي جنب الكلام ده تاني. شعري اللي مش عاجبك ده اللي بتقولي عليا مش موهوب، انت اخدتيه وغنيتيه ونجحتي بيه. طب ممكن ننسى اللي فات ونبتدي صفحه جديده؟ اسمعي انا مش هبطل شعري يا ياسمين، واوعي اوعي تقولي لي كده تاني. بجد انت جرحتيني يعني، مجيش ناحيه المنطقه دي نهائي. خلاص مش مهم، المهم ان انت جوزي ومدير اعمالي، بس انا مش عايزه يبقى في شغل ما بيننا عشان ما يسببش مشاكل. ماجد انت مش فاهمني خالص، انا مش عايزه غير حضنك وبس. ده لي كده على طول تزعليني وترجعي تصالحيني؟ ها مش سايباني في حالي، افضلي كده تلعبي في مشاعري ماشي؟ عشان تعرف ان قلبي طيب واني بنسى اي زعل ما بيننا بسرعه. تعشيت ولا لسه؟ لسه. يبقى نتعشى مع بعض عشا رومانسي. تحب تتعشى بره ولا تتعشى هنا؟ بره ايه بقى؟ ينفع بره بعد الكلام ده؟ هنا طبعا. استغفر يا رب. هو غاب كده ليه يا اخويا؟ شويه وخارج يا زينة، شويه وخارج. طب ما تسأل عليه جوه. يا بنتي ما انا لسه سائل عليه دلوقتي قدام. خارج. يا حبيبي يا طلبة، ما كانتش ليك البهدلة دي والله يا ابدا. ده غلبان غلبان يا طلعت والله. والولي والولي كمان، ما احنا طالعين ال 40 بتاعه. يا حبيبي يا طلبة. اهو طلبة، عامل ايه يا اخويا والنبي؟ انا كويس، انت ايه اللي جابك هنا يا زينة؟ جاي اطمن عليك. انت بتعملي كده في نفسك؟ الله، انت جبتها لي يا طلعت. يا عم العالم، وعهد الله كانت عايزه تخش لك الحبس جوه كمان يا زينه كمان. شده وتزول يا اخويا، ان شاء الله هتخرج براءه ان شاء الله. ان شاء الله ما تقلقيش. قول له طلعت. ايه يا ابو نسب؟ انت تروح للباشا وتبلغه باللي حصل لي، قول له ده مغرس ومعمول فيا بالعند. يا عم ما الباشا عارف، ما هو اللي قايل لي. والله؟ امال ما خرجنيش ليه؟ ما خرجنيش لغايه دلوقتي يا طلعت. ما تقلقش هيخرجك هيخرجك. ماشي اما نشوف. اهدى بس يا اخويا. ماشي بص، عايز حاجه يا طلبه؟ خلي بالك من نفسك يا زينه. انت خليني بالك من نفسك. خلي بالك من زينه. انت معاك سجاير؟ لو ضايقتها ضايقك يالا. خلي بالك من نفسك يا طلبه، انا في ضهرك يا اخويا. طلبه بص يا رنا، بص الصوره دي بفكر ان هي تبقى الكفر بتاع الالبوم بتاعي. ايه رايك؟ حلوه، بس انت عندك صور تانيه كتير احلى. في صوره انا بحبها كنت لابس فيها قميص ابيض وراك خلفيه زرقاء. افتكرت الصوره دي، على فكره احلى. ميرسي يا رانيا جدا. عشان تعرف ان انا واخده بالي منك وانت مش واخد بالك. انا مش واخد بالي؟ تعالى انا واخد بالي من كل حاجه. وعشان تعرفي بقى ان احنا بقالنا اسبوعين ما بنفرقش بعض، وان في حاجات كتيره قوي مشتركه ما بيننا. طبعا مش جديد يا ناجي، عادي، ما احنا بقالنا مع بعض 6 سنين. 6 سنين؟ ياه. رانيا انا بحبك. ايه؟ انا بحبك وعايزك تكملي معايا حياتي. انتي عارفه عني كل حاجه، انتي عارفاني فهماني اكتر من نفسي، مبقتش قادر استغنى عنك. انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، انا عايزك تقولي لي كلمه واحده بس، ناجي انا كمان بحبك. ايه رايك؟ موافقه؟ هتفضلي زعلانة كده كتير؟ مش قادرة يا فؤاد، مش قادرة انسى منظر المكتب المرعب. يبقى انا غلطان بقى اني خدتك معايا. لا ما تقولش كده يا فؤاد، كل الحكاية اني انا مش لاقية تفسير، يعني دماغي هتنفجر. مين اللي تجيله الجراءة يحرق مكتبك بالطريقة دي؟ مين اللي بيكرهك؟ ده انت شخصية محبوبة، رمز من رموز القانون في البلد، مفيش حد عاقل ممكن يكرهك. على اي حال اللي عمل العمله دي ربنا هيحاسبه قبل القانون ما يحاسبه. بعدين يا ستي هتعتبري اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. ده مش اختبار يا فؤاد، ده ابتلاء. اختبار ابتلاء؟
المهم انه باذن الله المكتب هيرجع ويبقى انجح من الاول. امين يا رب. اشوفك بخير يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. مع السلامه. نضحك بقى. تعال يا شريف. تمام يا فندم. طب اجي لحضرتك في وقت تاني بعد ما تستريح شويه يا فندم. انت تيجي في اي وقت، اتفضل. الحقيقه يا فندم انا جاي لحضرتك بخصوص التقرير بتاع العيال المشتبه فيهم. زي ما حضرتك هتشوف في التقرير ان الولاد طرأ عليهم تغيير كبير جدا. ده غير ان معاهم فلوس كتير غير معلومه المصدر يا فندم. وصلت لاي ادله؟ لا يا فندم لحد دلوقتي. طب شوف يا شريف، انا عايزك تجيب اذن من النيابه بمراقبتهم عشان تقدر توصل لادله واضحه وصريحه. عايزك تقبض عليهم متلبسين. تمام يا فندم، بكره ان شاء الله اروح النيابه اجيب اذن المراقبه يا فندم. طيب في حاجه تانية يا شريف؟ لا يا فندم شكرا. طيب صبري. مع السلامه. بقول لك يا دندن، ما تيجي تباتي معايا النهارده؟ اشمعنى يعني؟ بنت رانيا وسوها سافروا وسابوني ولاد اللذينه، وانا يعني مش عايزه ابات لوحدي. طيب هشوف كده. دي لسه هتشوفي، مش محتاجه تفكير يعني. انت بيتة لوحدك وانا بيتة لوحدي، نقضيها النهارده سوا قهوه ونونس بعض. طيب ماشي، هبقى اعدي عليكي بالليل ان شاء الله. ماشي اتفقنا. ازيك يا سهام؟ هاي خلود، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا حاج برعي؟ ازيك يا حاج محسن؟ يلا بينا. يلا. ايه ده، رايحين على فين؟ رايحين نادي الصيد. اه طب اجي معاكو؟ بتيجي معاكي يعني؟ بتقول لك رايحين نادي الصيد، رايحين نصطاد احنا، فيعني خليكي في كوزك لما نعوزك. ماشي يا عم، كوز المحبة اتخرم طرطش على كمي. هو انتوا مش هتبطلوا اللي انتوا فيه ده ابدا؟ انت ممكن تيجي معانا بس تقطعي تكت عادي. ها؟ لا متشكره قوي، روحوا انتوا اتفضلوا عيشوا حياتكم. جدع. هبقى اعدي عليكي بالليل. يلا هستناكي. يلا بينا. يلا يلا. فرسي. يلا يا حبيبي، مش تلبس خطيبتك الجبل بقى. انتوا مستعجلين ليه؟ ما لسه بدري. عشان نلحق ننزل مصر ان شاء الله. هتخليكم تقطعوا عندنا النهارده. معلش بقى يا عمي، عشان عندي شغل بكره ان شاء الله. يا ايهاب، شغل يوم فرحنا كمان يا اخي، خد اجازه يوم. انت عارفه انا نفسي طبعا، بس انا داخل بقى على مكان جديد وما ينفعش اخد اجازات من اوله. طب يلا بقى البسها الدبل عشان نفرح بيكوا حبيبتي. ماشي يا ست الكل. زي ما قالك عندي طبعا اكتر من كده مليون الف مره. دي حاجه بسيطه يعني. انا عارفه يا ايهاب، ما تقولش الكلام ده، وبعدين الحاجات دي كلها مش فارقه معايا، المهم انت. زغرك يا ام العروسه. يا الف بركه، يا الف بركه. مش بتعرف. مبروك يا حبيبتي. الف الف. انت عرفتي ان ايهاب هيخطب سهى النهارده؟ قالت لي، حتى كانت قالت لي اروح لها اسماعيليه، بس انا بصراحه كبرت ماليش يعني في الافراح والكلام ده. يا سلام يا بنتي، مفيش بنت في الدنيا ملهاش في الافراح ومنفسهاش تتجوز وتفرح على فكر. يا ست انا لا، انا مش متلهفه على الكلام ده، في حاجات اهم بكتير في حياه البني ادمين من الكلام ده كله. اللي يسمع كلامك ده ما يشوفكيش وانتي مع خالد. يعني ايه انا مع خالد؟ يعني شكلكوا بصراحه مفقوسين قوي. لا يا بنتي، مفيش اي حاجه من الكلام اللي انتي بتقوليه ده خالص. يعني انتوا مش مرتبطين يعني، او بتحبوا بعض من ورانا ولا حاجه؟ لا طبعا. امال ليه اللي يشوفكم مع بعض يقول يعني إن يقول ايه؟ مفيش حاجه اكتر من ان احنا اتنين عاديين اصحاب. يمكن هو لازق فيا شويه، لكن انا عن نفسي ما بصلوش ابدا. ليه بقى ان شاء الله يا حبيبتي؟ هو خالد يعني كخه ولا وحش ولا فيه ايه؟ ده مرجله الدنيا فيه وجدعنه الدنيا فيه، امال عايزاه يبقى ايه؟ زي العيال الفرافير بتوع اليومين دول؟ يا ستي طب وانا مالي؟ لا هو ولا غيره في دماغي، لا دلوقتي ولا بعدين. بجد؟ اه طبعا. بس تعالي انت مالك كده يعني مشغوله ومهتمه بالموضوع ده؟ تكونيش. اكون ايه؟ انا مش مشغوله ولا مهتمه. ما تفكريش في حاجه، انا ما فيش حاجه في دماغي خالص، انا زيك بالظبط. طب بذمتك مش كده احسن؟ اه طبعا طبعا احسن. الاكل ريحته زي الفل. مش مسلوق بس دوقيه بقى، هتاكلي صوابعك وراه. انا عارفه يا زوزو، طول عمرك نفسك حلو في الاكل. طب يلا يا حبيبتي لازم تتغذي، ده انت النزيف كان شديد قوي عليكي، لازم تتقوتي، ده انت زيك زي النفسه. كلي يا حبيبتي كلي كلي عشان تعوضي. اللي راح ما يتعوضش. خلاص بقى يا سوسو، خلاص بقى ما تعكنيش علينا بقى.
ياما انسي كل حاجه بتتنسي، اساليني انا. ربنا يسامح اللي كان السبب. معقول يا سوسو مش قادره تسامحيني؟ انت طلعت قلبك سود قوي. اللي سامح ربنا بقى. انا مش عارف يا سوسو اعمل لك ايه عشان ترضي. ولا حاجه. طب دوقي بس، دوقي. سوسو انا مش هسيبك، انت تفضلي مراتي العمر كله. يعني هتتجوزني رسمي؟ انا مش فاهم ايه الموضوع رسمي معاك ده يا سوسو، احنا ماشيين زي الفل اهو. اه فهمت، يعني انت هتقعد معايا لغايه ما تزهق مني وترميني للكلاب. ما اقدرش اعمل كده. عارفه ليه يا سوسو؟ عشان انت روحي وقلبي وعمري وحياتي. ها كملوا.